لما هدرت لكم على السيارات انا قلت لكم السيارات مثلنا في اوروبا. انا عندي واحد الخمس سنوات يعني جولف، يعني جولف للطفل وليدي شريها ب 500 اورو، 500 اورو يعني 2004 2005، ماشي هذاك الوقت 70,000. يعني انت لما تشوف 500 اورو يعني في الجزائر هي 10 ملايين، ونظيفه ويمشي بها ويروح يقرا بها وكل حاجه ما عنده حتى مشكل. لما مره عرض عليه واحد مرسيدس، مرسيدس لا 200 هذيك لا 240 ولا كل حاجه، شحال؟ 2000 اورو. 2000 اورو اذا ضربناها يعني بالجزائر السوق السوداء هي 40 مليون. 40 مليون مرسيدس غارونتي. وهنا نشوف في السوق الجزائري لما تهدر على يعني 207 ولا تهدر على 307 ولا تهدر على 508، تروح تشري تروح للسوق تلقى ماشي 200,000 او 250,000، يقول لك 200 مليون 150 مليون. يا ولات هنا ويبين اورو يعني بالسوق السوداء، مانيش نهضر على الدينار، السوق السوداء يعني لما نبدل انا 150 مليون ولات لي 7000 اورو، وانا نشريها 2000 اورو وندخلها للجزائر ورا المشكل ونفيد المواطن، والسعر يهبط، السعر يهبط وينقص.